اليوم اللي كونوا على مستوى الأداء متاع الفريق فرديا وجماعيا كان أداء محترم. الشوط الأولاني أبار 5-6 دقائق اللي عملنا أخطاء كنا يلزمنا نتجاوزوها، لكن بعد خذينا اللعب كنا احنا أخطر على المنافس، خلقنا العديد من الوضعيات اللي مفروض علينا نسجلوها. وقت يجيوك 4-5 كور مفروض اللي أنت تحط منهم واحدة غاتشي. كتشوف أنا الوداد خلق على 100 دقيقة لعبناها خلق زوز فرص، سجل منهم زوز أهداف. النجاعة اليوم كانت حليفهم هما، احنا غابت علينا. هنا حتى في المقابلة الفارطة اللي فوزنا فيها كنا فيه نقص على مستوى خاصة التشريم، هذا يلزمنا نخدموا عليه وهذا يلزمنا نتحسنوا فيه في أقرب وقت ممكن. الزريدة ما لعبش معنا اليو روتور شامبيونز ليغ بعد الإصابة نتاعو، مازال كيرجع. وليد لعب وخرج في العديد من المقابلات. حذراف مرة يبدأ من الأول ومرة يدخل، هبتي بدا كأساسي وبعد دخل. أنا نحاولوا نشوفوا شكون يتماشى مع المقابله الافضل. المشكله نتاعنا ماهيش في بدايه المقابلات، المشكله نتاعنا عندنا فرص، عندنا وضعيات صنع التسجيل مانيش قادرين نسجلوا. هذا هو يلزمنا ما نبداش نغزروا على اليمين وعلى اليسار، فما مشكل اللي بيخلينا نكونوا احسن وتكون عندنا نتائج اللي كانوا تقسيم الفرص اللي قاعدين نشوف فيها. سمندر في الوضعيات هذوما وقت انا نكون على الدكه من لونغل دو جو نتاعي ما نجمش نحكم كما يلزم على الوضعيات هذوما. مي شعرت اللي كانوا الوضعيات اللي كان فيهم شويه ليتيش كانوا كلهم مش صالحنا، سواء من القرار نتاع الحكم ولا القرار نتاع الفار. يلزمني نعاود نرجع نشوف الوضعيات من جديد باش نجم نحكم. من بعد 25 ولا 27 سنه عمل في المانا هذيا، اكثر جمهور اللي شفته يدز مع الفريق نتاعو، اكثر جمهور شفته يعطي طاقه كبيره للاعبين حتى الدقيقه 95 هو اللي لا. ان شاء الله نعملوا باركور اللي يفرحوه ويكون راس ريوسهم مرفوعه ان شاء الله بالنتائج الجايه ان شاء الله. شكرا.